بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة كونغوستو. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نتعرفوا على كيفية إضافة الصورة المصغرة على الفيديو، كذلك كيفية إضافة العلامات أو الكلمات الدلالية باش الفيديو يطلع في السيو. نتلقى مرة هذا الفاصل. غادي نمشيو للبرنامج يوتيوب ستوديو، غادي نختاروا الفيديو اللي غادي نخدموا عليه، نختاروا الفيديو الاول طريقة إزالة الخلفية الخضراء، ثم غادي نكليكيو على الدائرة الوسط القلم مرة أخرى، كذلك على الدائرة الوسطى القلم كليك عليها مرة واحدة، ثم هنايا كاين الصور، ثم هاد المربع صورة مصغرة مخصصة خاص تكون مصايبها من قبل. أنا صايبتها من قبل كيف كتشوفوا، هي هادي كيفاش نضيف علامة الاشتراك على الفيديو. ممكن أنك تصايبها غير بالهاتف أو لفوتوشوب أو لأي برنامج. ملي سالينا من إضافة الصورة المصغرة، غادي نمشيو إضافة العلامات، ثم نختارو الكلمات الدلالية اللي كتتعلق بالفيديو. مثلا إضافة علامة الاشتراك، ثم أنتري، كذلك إزالة الخلفية الخضراء، ثم علامة الاشتراك، أي كلمات دلالية متعلقة بالفيديو، مثلا إضافة علامة الاشتراك إلى الفيديو. إزالة الكروما، الخضراء، ثم كذلك برنامج VN VN. ممكن نضيف العلامات بالفرنسية أو الإنجليزية، كذلك العربية. أضع سبسكرايب، أجوتي أبوني، كذلك ريموف جرين سكرين، ثم إضافة علامة الاشتراك عن طريق برنامج VN، كذلك
إزالة الخلفية الخضراء أو الكروما عن طريق برنامج VN. من بعد ما سلينا من الكلمات الدالية أو العلامات، تكليك على حفظ، ثم حفظ التعديلات، ثم نرجع ندير ريفرش. كيف تشوفوا صورة مصغرة طلعت كذلك. غادي يكونوا كان هذا هو موضوع حلقة اليوم. نتمنى من الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. ما تنساوش دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والمشاركة، كذلك المشاركة بين الأصدقاء. والسلام عليكم ورحمة الله.